بلادك والبنود شوف كتيبات شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها أبكار الخلود انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا من شيوخك اتكسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا انت دايما 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 في الأمان بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. إن شاء الله بكرة عندنا مباراة مهمة ومصرية وكلنا ثقة في معدن نجوم الأهلي اللي بيظهر وقت الشدة. بكرة إن شاء الله هنلعب على الفوز بس والصعود إن شاء الله لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. غدا الأهلي سيواجه فريق شبيبة الثورة الجزائري، الفريق اللي بنحترمه جدا وإن شاء الله كلنا ثقة في الله وثقة في لاعبي الأهلي والجهاز الفني. إن شاء الله الجمهور اللي هيحضر وهيكون مساند وداعم للفريق إن شاء الله عشان نحقق الهدف ونكمل المشوار ويكون يوم سعيد للأهلوية كلهم بكرة بإذن الله. نروح لأول فقراتنا في برنامج الأشبال ونبتديها من الصحف المواقع، وهنروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي. موقع الرسمي للنادي الأهلي: أهلي 2001 يفوز على سموحة بثلاثية في بطولة الجمهورية. فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 على ضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ملاعب الناشئين بمدينة نصر ضمن الجولة 32 من بطولة الجمهورية. التشكيل: حراسة المرمى حمزة علاء، هاني عمرو، محمد المغربي وعمر حجاج ومحمد أشرف، في الوسط يوسف عثمان وطه محمود وحماد الفيل ومحمد سلامة وعمر رزق، وفي الهجوم عبد الوهاب علي. افتتح تسجيل للنادي الأهلي اللاعب عمر رزق، وبعد ثواني قليلة أضاف حمادة الفيل الهدف الثاني، وفي آخر لحظات المباراة أضاف أو سجل الهدف المدافع هاني عمرو هدفا رائعا. الأهلي محتاج مباراة وحيدة إن شاء الله تكون المباراة اللي جاية أمام مقاولين العرب ليتوج فريق تحت 17 سنة مواليد 2001 ببطولة الجمهورية تحت 17 سنة. هنروح نشوف دلوقتي تقرير مهم مع الكابتن أحمد سراج المدير الفني وبعض لاعبي الفريق. انا متربي في النادي هنا، يمكن انا وانا عندي 10 سنين في النادي، فاحنا تربينا على حاجات معينه من كبارتنا، من كباتننا الكبار، من مدربينا، من مبادئ النادي الاهلي. فاحنا بنحاول نرسخ او نحط في نفوس كل لعيب الحاجات ديت. احنا الهدف بتاعنا طبعا انت عارف احنا بطولات الحمد لله، يمكن النادي الاهلي مليان بطولات الحمد لله. احنا الهدف بتاعنا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع لعيب الدرجه الاولى. لعيب الدرجه الاولى من غير بطوله انت حسبها كده يعني هو جزء تكوين شخصيته البطوله. على راي يمكن رئيس قطاع الناشئين في الاسماعيلي كاتب كده في موقع ان لعيبه الاهلي بيردعوا بطولات، ودي حقيقه فعلا. احنا بالهدف بتاعنا ان احنا نطلع لعيب متكامل للدرجه الاولى. الدرجه الاولى بقى الفريق الاول بتاعنا اللي هو اصلا كجمهور بقى هو اللي بيسعد الملايين ديت، يعني اتمنى له كل خير واتمنى ان احنا نساهم ان احنا نطلع لعيب او اثنين في الفريق الاول. طبعا مش هتكلم على ضربه جزاء، ممكن حتى لو ضربه جزاء، بس انا عايز سؤال بس. في حكام يقولوا في حاجات ضربات لمسه الايد في ال 18 اي لمسه ايد تتحسب ضربه جزاء، وانا معاهم في دي. وفي ناس يقول لك لمسه الايد بس من مسافه قريبه ما تتحسبش. طبعا حيرتوني كده او كده، انا عايز اعرف بس. هي دي الفكره، يمكن ممكن هي ضربه جزاء فعلا، بس انا عايز اعرف، لان انا الكور دي بتجيلي كتير جدا وما اتحسبتش. ماتش الجيش، ماتش ايه، ماتشات كتير جدا، ماتشات كتير جدا. بس هي دي الفكره، بتتحسب علينا بس،
بس انا بشكرهم طبعا، حكم كان هايل النهارده واللعيبه الهايله، ونكملها بالخير ان شاء الله الماتش الجاي. قناه الاهلي طبعا بشكرها على المجهود اللي بيعملوه مع قطاع ناشئين، وبشكرك شخصيا فاروق، وبشكر القائمين على البرنامج، وربنا يكرم ان شاء الله الماتش الجاي. هو الحمد لله النهارده زي ما انت شفت طبعا بيقابلنا سوء حظ جامد قوي في احراز الاهداف، كذا فرصه ضايعه، كذا فرصه في القايم، بس الحمد لله برضو كان الفوز من حليفنا النهارده، واحرزنا 3-1 الحمد لله. وان شاء الله خلاص يعني الماتش الجاي ان شاء الله بامر الله فوزنا، احنا فاضل لنا 4 مباريات، اي ماتش فيهم لو احنا 3 بونت فاضلنا 3 بونت على البطوله، ولو الجيش بكره هيلعب البتروجيت، لو الجيش اتغلب بكره خلاص يبقى حسبنا البطوله، بقت بطوله مننا بالنسبه لنا باذن الله. الحمد لله يعني الماتش كان صعب، كان معقرب بعد ما اسمه حاجه لهم ضربه الجزاء، يعني الماتش عقرب شويه، بس الحمد لله يعني اللعيبه كانت رجاله النهارده وعملنا اللي كابتن احمد قاله بالظبط من الشوطين، كل ماتش نقفل ازاي ونفتح الكوره معانا نعمل ايه ونلعب، اهم حاجه الروح والرجوله في الملعب واللي احنا نبقى شايلين بعض جوه الملعب. ان شاء الله الجاي احسن، وده نية من عند ربنا، نيتنا سليمة الحمد لله، فربنا بيكرمنا في آخر دقيقة يعني جون التلاتة عادي يعني، ودخل الحمد لله وكسبنا خلنا 3 بونت إن شاء الله جاي أحسن. بشكره على طول بيقول لي العب السهل وما تستلم الكرة، خلي وشك للملعب ما تديش وشك للجون، وحاول لو مزنوق العب على طول واحد على القدام، وبشكره واقول له شكرا وفضلك علي كبير. طبعا انا مش عايز المدافعين يلعبوا كوره، وانا الحمد لله قدرت ان اعمل كده يعني، وبس وكسبنا الحمد لله. ده فخر لي ان اكون في النادي الاهلي، والحمد لله كنت عند ظن الكابتن احمد سراج اللي شافني، كابتن راشد وكابتن احمد ابراهيم وكابتن ممدوح وكابتن زكريا، مش عايز انسى حد يعني، بس الحمد لله قدرت اكون عند حسن ظنهم الحمد لله. مقولة جميلة من نجم كبير الكابتن سيد عبد الرازق نجم نادي الاسماعيلي، زي ما بيقولوا الكابتن سيد بازوكا في النادي الاهلي بيردعوهم بطولات، ما شاء الله شفنا 2001 بيقترب من حسم البطولة قبل انتهاء البطولة بأسابيع كتيرة. برضو هنروح لخبر مهم من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، برضو أهلي 2000 يفوز على وادي دجلة بخماسية في بطولة منطقة القاهرة. حقق فريق الناشئين لكرة قدم النادي الأهلي مواليد 2000 فوزا كبيرا على مضيف وادي دجلة ب5 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من بطولة منطقة القاهرة. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة ليظل منفردا بصدارة ترتيب الدوري، ويحافظ على سجله خاليا من أي هزيمة طوال الموسم، فاز في 18 مباراة وتعادل في ماتشين مسجلا 80 هدف مقابل 12 هدف في شباكه. ما شاء الله زي ما شفنا 2001 هيحسم البطولة، برضو كمان عندنا فريق 2000 بيقترب من حسم بطولة منطقة القاهرة. معانا على الهاتف الكابتن أمين عرابي المدير الفني لفريق 2000. ازاي كابتن أمين؟ يا كابتن أسامة ازاي حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. وحشني. ربنا يخليك يا أبو الكباتن، ما شاء الله محقق نتائج ما شاء الله، يعني فريق 2000 بيقترب من حسم بطولة منطقة القاهرة. إن شاء الله بإذن الله، يعني فاضل لنا احنا فاضل لنا 6 ماتشات. بإذن الله لو حققنا الفوزين في الماتشين اللي جايين، الماتش الجاي المقاولين العرب بعديه تقريبا بين الصراعات، لو حققنا الماتشين دول مش هنبقى محتاجين اي بونت من الاربعة اللي بعد كده. لكن انت عارف ان عهد النادي الاهلي دايما ان هو بيفكر في المكسب على طول، ودي شخصية النادي الاهلي، وربنا يكرم باذن الله ان احنا نعدي ونكسب باذن الله الماتشات الباقية جاية كلها. ان شاء الله تقدروا تحسموا البطولة بدري، يعني متبقي 6 ماتشات، لو كسبتوا الماتشين الجايين حسبتوا البطوله رسمه يا كابتن امير، مظبوط كده؟ باذن الله يعني بشكل كبير جدا ان شاء الله. ما شاء الله دلوقتي وانا بقرا الخبر، يعني بقرا النتائج بتاعه 2000، ما شاء الله يعني 56 نقطه مكسب كل الماتشات ما عدا تعادل ماتشين بس، مسجلا 80 هدف وتلقى 12 هدف في الشباك، ما شاء الله ارقام قياسيه يا كابتن امين. والله الحمد لله، ده بفضل النادي كله وتعب النادي كله، المدربين كلها اللي بتشتغل واللي ساعدت الفرقه ديت، واحنا بنكمل وراهم، وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن اسامه
دي شخصيه النادي الاهلي، ولازم يبقى النادي الاهلي كده. وانت يمكن كنت لعبت في الاشبال ولعبت في المراحل السنيه كلها، ما تعودناش على غير كده. فهو ده اللي احنا ماشيين عليه، ويا رب يكملها على خير باذن الله. كابتن سيد عبد الرازق نجم الاسماعيلي بيقول بيرضعوهم بطولات في النادي الاهلي، ايه رايك في المقوله دي يا كابتن امين؟ والله دي بطوله، دي مقوله حقيقيه. وانت عارف ان احنا طول عمرنا في النادي الاهلي بنحاول نبث الروح دي في اللعيبه، وبنحاول نبث في شخصيه النادي الاهلي في اللعيبه، ونحاول نعرفهم ان احنا التعادل بالنسبه لنا بتبقى خساره. تمام. مع اي حد. تمام. هي دي فعلا، يعني زي ما بيقول الكابتن عبد الرازق بنرضعهم بطولات. ده العهد اللي النادي الاهلي اتنشا عليه. تمام. والحمد لله بفضل الله، يمكن على تاريخ النادي الاهلي، وانت يمكن في تاريخك يمكن ما خسرتش ولا بطوله. الحمد لله. في الناشئين. فاعتقد ان دي ان شاء الله تبقى مكمله للانجازات السابقه، واحنا بنحاول وبنجتهد، وكل جيل بيسلم الثاني سواء مدرب او لعيب او او او، وهو ده اللي بعد كده بيفرق مع النادي الاهلي في الفريق الاول ان شاء الله. تمام. بالرغم انك ما بتلعبش كامل في المباريات، عمليه التصعيد داخل القطاع يعني ما شاء الله دايما فريق 99 وفريق 97 بياخدوا دايما من فريق 2000، لكن ما شاء الله محقق نتائج مميزه جدا يا كابتن امير. بص يا كابتن وسام، انا في الحته دي عايز اقول حاجه كويسه جدا. انت عارف النادي الاهلي كل اللعيبه اللي بتلعب فيه ولاد النادي، وكلهم لعيبه كويسين. وطبعا حته ان انا يلعب مع الاكبر مني دي بتزود اللعيب وبتزوده، ويبقى في امل ان هو يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي. تمام. فدي بالعكس، احنا بنقدم كل الدعم لكل الفرق، من اول يمكن مدرسه الكوره بتقدم الدعم للفرق، واحنا بنقدم للاكبر مننا وبناخد من الاصغر مننا. دي سياسه النادي الاهلي حاططها، سياسه التصعيد، لان في النهايه احنا هدفنا الاول، احنا بندور على بطولات ناشئين، لكن الهدف الرئيسي الفريق الاول، الفريق الاول، وصعود لعيبه تجيد اللعبه في الفريق الاول. تمام. كلمنا بقى عن المواهب الموجوده داخل 2000، فعلا عندنا مواهب في فريق 2000؟ كابتن اسامه مش عايز اقول لك يعني حدث ولا حرج على المواهب، ويمكن انت فريق 97 وفريق 99 بياخدوا مني في حدود 10 لعيبه، ومع ذلك انا بلعب برضه بعض اللعيبه الثانيه خالص. مش عايز اذكر اسماء، لان فعلا كلهم مواهب، وكلهم ان شاء الله بينتظرهم مستقبل جيد جدا في النادي الاهلي. واتمنى ان قطاع الكوره وقطاع الناشئين بالذات يقدم لعيبه للفرقه الكبيره، لان هو ده الهدف الرئيسي. واتمنى برضو ان قطاع الكره في الفريق الاول لازم يبص بنظره كويسه لقطاع الناشئين، لان فعلا في مواهب كتير جدا. ولو انت شفت يا كابتن اسامه دلوقتي اللي شايلين النادي على كتافهم ولاد النادي الاهلي، كريم نيدفيد ورمضان صبحي وطبعا مع ولاد النادي الصفقات النادي الاهلي برضو يعني بيبرمها برضو اول مجرد دخول النادي الاهلي بتحس انهم اتربوا داخل النادي الاهلي برضو يا كابتن طبعا، لان هو النادي الاهلي لما بيجي يختار لعيبه كابتن اسامه بيختار شخصيه النادي الاول. تمام. ما بيختارش لعيب كوره وخلاص. مظبوط. يعني في مصر مليانه لعيبه كوره، لكن مين اللي يقدر يتحمل فنله النادي ويبقى شخصيه النادي الاهلي ويتحمل شخصيه النادي الاهلي ويتحمل جمهور النادي الاهلي؟ ضغط غير طبيعي. لكن احنا بنقول ان احنا عندنا لعيبه كتير في قطاع الناشئين، مش في فرقه 2000 بس، في التسعه وفي السبعه وكل المراحل. ويا رب ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه، لان الكابتن خطيب مأكد على الحته دي كويس، ومهتم جدا بقطاع الناشئين بصراحه. تمام. اهتمام غير عادي بالقطاع، وان شاء الله باذن الله نقدم الافضل دايما للنادي. ان شاء الله كابتن، كل التوفيق للكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000 والجهاز الفني لفريق 2000. شكرا جزيلا للكابتن امين عرابي. نروح برضو مستمرين مع اخبارنا من الصحف في المواقع، وبرضو مستمرين من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. اهلي 2005 يفوز على المقاولين بثنائيه في افتتاح مهرجان سوبر البراعم. نجح فريق براعم كره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2005 في الفوز باول مباراه في مهرجان سوبر البراعم على حساب المقاولين العرب بهدفين دون رد في المباراه التي جمعتهما على ملعب المقاولين العرب. ثنائيه الاهلي جاءت عن طريق محمد رأفت وسيف الدين الطيب ليحصد الفريق اول 3 نقاط له في مشوار البطوله. البطوله تقام من دور واحد. الفرق اللي هيواجهها النادي الاهلي المقاولين العرب، طلاع الجيش، وادي دجله، النصر، وإنبي، والداخلية، والشمس. معانا على الهاتف الكابتن أحمد سمير المدير الفني لفريق 2005. ازيك يا كابتن أحمد؟ كابتن أسامة، ازي حضرتك؟ كابتن عامل ايه؟ تمام الحمد لله.
ازاي حضرتك كابتن؟ اخبار حياتك كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. بنبارك لك على اول فوز على المقاولين العرب 2-0. ربنا يكرمك يا كابتن. الحمد لله ماتش كويس جدا، والولاد اثبتوا شخصيه ولاد النادي الاهلي، عملوا مباراه كبيره جدا. وبنتمنى التوفيق اللي جاي، واحنا يعني هدفنا كابتن اسامه ان احنا الفتره الجايه زي ما بنقول ان السن ده برده لسه سن براعم، فمهم جدا ان احنا نوصل لاعلى درجه من الاداء الفني. يمكن انا مش مبسوط من المكسب قد ما مبسوط من اداء الولاد. الولاد امبارح قدموا مباراه كبيره جدا واشتغلوا بشكل كويس جدا، وان شاء الله باذن الله اهم حاجه اللي جاي الفتره الجايه ينفذوا الكلام ويركزوا باذن الله كابتن ويعملوا حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله 2005 اول سنه السنه دي يلعبوا على الملعب الكبير يا كابتن احمد. اول سنه يمكن السنه اللي فاتت كانوا بيلعبوا 8 وجول يعني 9 لاعبين، السنه دي بيلعبوا 11. ولكن هم شكلهم كويس في الملعب وحافظين وشغالين كويس. يمكن امبارح كان الاداء كان شكله جيد جدا في الملعب، واللي جاي ان احنا كابتن اهم حاجه ربنا يكرمهم في اللي جاي. والحمد لله يا كابتن يعني كان عندنا لعيب امبارح للاسف كان اتصاب اصابه جامده. ما انا لسه هاجي لك بقى في السؤال عن محمد ابو العمايم، يعني للاسف يعني كان اصابه قويه في الكتف على ما اعتقد، وتم نقله لمستشفى المقاولين العرب. طمنا بقى على محمد ابو العمايم يا كابتن احمد. تمام يا كابتن، هي كانت كره مشتركه كده في نص الملعب كده، فمحمد ابو العمايم كان في لحظه ضعف فطلع مع البساك في الكره دي، فنزل على جنبه وقعه جامده جدا، بس ربنا سترها الحمد لله. هو الحمد لله بحب اطمنك ان هو بخير، عملنا الاشعاعات امبارح الحمد لله كان مفيش اي مشكله، والحمد لله هو كدمه شديده جدا بس في الكتف. طب بس هي كانت واقعه كانت خضتنا جامد قوي وخضت الولاد وكل اللعيبه طبعا، يعني خدنا بعضنا طبعا بعد المباراه وطلعنا بالاتوبيس على الكابتن جمال السيد وكابتن هشام حنفي طبعا وكل المدربين واللعيبه كلها، ما حبتش تروح الا لما تروح تطمن على اللعيب بتاعنا. والولد تمام الحمد لله، معافي الحمد لله ان شاء الله، بس الدكتور فضل ان هو يديله 10 ايام راحه. تمام الحمد لله ربنا ستر علينا. بشكر طبعا الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين. عرفنا ان هو كابتن محمد مدير قطاع الناشئين بالمقاولين العرب، يعني زار محمد ابو العمايم في المستشفى دي، يعني بنشكره طبعا هنا من خلال برنامج الاشبال. يعني لفته كويسه جدا وحاجه جميله جدا، يعني هو راجل محترم جدا وبنشكره عليها يعني. تمام يا كابتن احمد، قول لي بقى انت معاك المقاولين العرب، طلائع الجيش، وادي دجله، النصر، انبي، داخليه، شمس، ما شاء الله فرق قويه، يعني الدوري مقام من دور واحد بس مش من دورين، فما شاء الله يعني الاستعدادات بقى، كلمنا عن الاستعدادات يعني لدوري براعم 2005. يا بص كابتن، انت عارف احنا بنلعب من بدري قوي، اول من اخر شهر 10 طبعا بنلعب بطوله، فالبطوله الاولانيه الحمد لله اللي احنا خدناها كان معانا الداخليه والجيش والشمس والفرق كتير والاتصالات، فخدنا المركز الاول، فبياخدوا اول وثاني وثالث ورابع من كل مجموعه. المجموعه الثانيه برده كان فيها انبي ووادي دجله والنصر انبي والداخليه والنصر، وفي كمان فرقه رابعه مش متذكر مين يا رب. المهم يعني فبياخدوا الاربع فرق من هنا واربع فرق من هنا وبيلعبوا بعض الدوري بدور واحد فقط لا غير. فامبارح كل الفرق لعبت بعضها، كل ماتش يعني ممكن انت تقعد مقاولين في ملعبك تلعب الجيش على ملعبهم، تلعب انبي في ملعبك، فهم مش محددين. كان المفروض انها تتعامل في ملاعب كل ماتش في ملعب محايد، ولكن دلوقتي كل مباراه الماتش الجاي عندنا مباراه الجيش على ملعبنا. يعني احنا بناخد كل مباراه كده مباراه كاس، بحيث ان احنا نوصل للنتيجه الكامله بتاعتنا ان شاء الله، بحيث ان احنا نلم اكبر عدد ونحصل اكبر عدد من النقاط، بحيث ان تكون البطوله باذن الله من نصيب النادي الاهلي، وربنا كرمنا الحمد لله. وبفكر طبعا اتكلمت مع الولاد انا كابتن جمال السيد وانا والكابتن احمد فوزي والكابتن محمد سعد، ان احنا بناخد كل ماتش كده على حده لوحده وبنركز في المباراه اللي بعديها ان شاء الله باذن الله، نركز في مباراه الجيش ما نفكرش في الماتش اللي بعده لما ناخد الثلاثه بنت الجايين ان شاء الله، وربنا يكرمنا فيهم ونعمل اللي علينا ونجتهد ان شاء الله. انا بشكر الاولاد ان هم رجاله. هي كابتن اسامه بس المشكله الاولاد مجهدين جدا، انت عارف في تجمعات للمنتخب منتخب القاهره، منتخب منطقه القاهره فعلا طبعا، واحنا عندنا اكبر عدد من اللعيبه، عندنا 7 لاعبين، فطبعا بتلعب ماتشين في الاسبوع جمع المنتخب كمان بيلعب ماتشات، عشان طبعا الله يكون في عونه الراجل المدير الفني كابتن علاء عبده سافر اليابان المفروض في اخر شهر 4. ماتشات يا كابتن فيها كثافه جامده جدا، انت عارف دول لسه براعم طبعا طبعا، بيلعب 3-4 ماتشات في اليوم، يعني احنا قبل بنلعب مباراه المقاولين فهو عنده يعني لاعب بتاع 3 ماتشات مع مواليد 2004 المقاولين، ولاعب مباراه مع النادي الاهلي 2004. مش عايز اقول لك يا كابتن اسامه الولاد مش يعني
موضوع صعب عليهم. يعني هي دي المشكله الكبيره اللي هي بتقابلنا. بس انت بتلعب سبت واربع. تمام يا كابتن احمد. انا بتفق معاك في الكلام ده, ودي ان شاء الله قضيه هنطرحها هنا في برامج الاشبال, ان ازاي نحافظ على مواهبنا. ما ينفعش نضغطهم في كم الماتشات ولسه ولاد صاعده وواعده, وبعد كده ممكن نيجي بعد 3 4 سنين ما لهمش موجودين على الساحه. دي قضيه مهمه وان شاء الله هنطرحها هنا في برنامج الاشبال. بنشكر الكابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005 براعم النادي الاهلي, ومستمرين مع حضراتكم من فيتو محمد رضوان. كابتن محمد رضوان مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب يزور لاعب الاهلي 2005 في المركز الطبي بالمقاولين, وده اللي اكده الكابتن احمد سمير على اصابه محمد ابو العمايب. وبنشكر طبعا الكابتن محمد رضوان على زيارته للاعب النادي الاهلي, ودي دايما العلاقات المميزه اللي بتجمع المسؤولين في نادي المقاولين العرب بالنادي الاهلي. وبنشكر طبعا الكابتن محمد رضوان. هروح دلوقتي الفقره اللي حضراتكم كلكم بتستنوها وبيبقى عليها متابعه كبيره جدا, هي فقره الاهداف. نروح نشوف الاهداف الاسبوع بالصوت والصوره. منقوله ويه على طول, جول هشام شعبان. حلوه عدى وفات, عملها له البدري من الشمال يغمزها على طول. فادي نقول ايه في الدقيقه الخامسه من بدايه اللقاء, وادي على طول فخري والراسيه وجول. جول عبد المنعم. الله يا ولد عبد المنعم, محمد عبد المنعم بيسجل في الدقيقه 43 الهدف التالي, انما طلع لها السهل حاططها كده يعني جيال, وراح حاططها في العكسيه. بدري لمصطفى عزت, لبدري مره ثانيه عايز يرفع, عامل العرضيه بدري عند فادي جول. فادي حلوه يسجل فادي, واحنا في الدقيقه 27 من الشوط الثاني. حاله من التساهل من لاعبي النادي الاهلي في اللقاء, مستسهلين اللقاء. قطه يلعب لمحمود صابر. صابر يلعبها جول جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمود صابر. سرعه نقل الهجمه وهدف هيفك اللقاء ويحل اللقاء, خلي فريق مصر الجديده يتخلى عن الحذر الدفاعي, والنادي الاهلي يضع هدف اول في اسرع هجمه نقلها النادي الاهلي بشكل منظم وسريع. هدف البدايه في الدقيقه 31 من احداث عمر شوط اللقاء الاول عن طريق اللاعب محمود صابر. الركله الركنيه اتلعبت على القائم البعيد. هشام يا ولد يا يوسف يا غالي يا سلام عليك ولد. ضربة رأس في أقصى الزاوية والمقص الأيسر للحارس محمد عبد الناصر. يوسف غالي يضع أجمل هدف في هذا اللقاء حتى الآن. ضربة رأس قوية اتلعبت على القائم البعيد, ارتقاء وهدف على طريقة الغالي حسام غالي. جلال محمود صابر يلعب ويعلق. صابر مرة ثانية عند مازن مشي عرض الملعب, يلعب عربي, حط يا راجل جول جوه جول. هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق احمد عربي في سقف المرمى. التصويبه بباطن القدم من الولد احمد عربي, يعني على طريقه البلياردو. هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق احمد عربي, لكن اتلعبت عرضيه والاختراقه الجميله وعربي قابلها مره واحده على طريقه البلياردو. سيف يرجع ويسلم عربي, مش عربي تمرير عربي مع مازن وسع, مازن عدى, مازن هيعدل ويصوب, بيصوب ويسدد جول. ولد يا ولد جوه جول. اللاعب مازن هاني يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. اتطوح بجسمه وموه بجسمه وراح بالقدم اليسرى, حطها في الزاويه الصعبه على يسار حارس المرمى, يضع هدف رابع للنادي الاهلي. اربعه للنادي الاهلي. لاعب مازن هاني رهام بيراهن عليه الكابتن ياسر محمدين. اللاعب مازن والهدف الرابع للنادي الاهلي. طالع يوسف غالي عايز يعملها للمره الثانيه,
قطع مازن على القائم الاول. قطة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله يا قطة قطة، هدف خامس رائع وده مزدوجة خلفية. يا السلام على المهارة، يا السلام على الجمال. ايه يا ابني ده، ايه الحلاوة، ايه المتعة، ايه الاداء الرائع، وايه المزدوجة الخلفية، يعملها جميلة على طريقة عمر السومة. الركلة الحرة اتلعبت مرة تانية، عمر رزق يصوب ويسدد، جول 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 جوه، جول، هدف اول للنادي الاهلي، مخطوفة خطف من اللاعب عمر رزق، والله هدف على طريقة اهداف احمد بلال، يعدل بالقدم اليسرى وبالقدم اليمنى، يضع عمر رزق في الشباك، هدف اول. هوبا ابو هاب للفيل، يلا فيل التاني يا فيل، التاني يا فيل، يصوب يسدد، جول 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 جوه، جول حماده الفيل، قلت لحضراتكم التاني يا فيل، التاني يا فيل، والتاني عملها حماده الفيل بالهدف التاني، عملت وطبت، عملت بند خفيف وتخدع حارس المرمى، اتنين لا شيء. حمزه علاء ومحمد علي، حمزه علاء، ولكن هدف، هدف اول لفريق سموحه. كوك كوك يلعب ويعلق، من مكمل، من قاطع، مش ممكن، جول 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 جوه، جول، هدف البطوله، هدف البطوله بمشيئه الله، هدف ثالث للنادي الاهلي، عملها هاني عمرو، عملها هاني عمرو، وهدف ثالث للنادي الاهلي. خد نفسك يا كابتن احمد. هنروح دلوقتي لمنتخب الاسبوع داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وتشكيله الافضل. اكيد في لعيبه تالقت خلال الاسبوع اللي فاتت سلوكيا وفنيا. هنشوف دلوقتي، هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي تشكيل الاسبوع لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وهنبتديها في حراسه المرمى. لا، حارس المرمى محمد اشرف مواليد 2000، خط الظهر عمر حجاج 2001، يوسف غالي 2002، علاء الشربيني 2000، ومحمد اشرف 2001. خط الوسط اسماعيل الليسي المنتقل حديثا في يناير 2000، يوسف عثمان 2001. تحت المهاجم زياد طارق مواليد 2000، وانتظروا اسم وافتكروا اسم زياد طارق. زياد طارق ما شاء الله من اللعيبه المميزه داخل 2000، ودايما بيتم تصعيده لفريق 99. ويوسف علاء مواليد 97، وعمر رزق اللي احرز هدف 2001، والعربي جمال مواليد 2000 في الهجوم. دي تشكيلة اللعيبة اللي تألقت داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال الأسبوع اللي فاتت. ما شاء الله لعيبة كلها مميزة، وإن شاء الله نتمنى لهم أن يكونوا موجودين في يوم من الأيام مع الفريق الأول بالنادي الأهلي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية. عايز أروح لموضوع مهم كان أثير خلال الأيام اللي فاتت، وهي خسارة شباب النادي الأهلي من شباب الزمالك 3-0. لكن إحنا هنا في برنامج الأشبال مش هنقول مبررات، لكن عايز أعرف كل جمهور النادي الأهلي كيف يدار فريق شباب الأهلي. فريق شباب النادي الأهلي لما بنتكلم عن القايمة بتاعت اللاعبين، القايمة مفروض تبقى 30 لاعب، قائمة شباب النادي الأهلي 27 لاعب. دايما بيتساب ثلاث أماكن للفريق الأول تحسبا لو النادي الأهلي أبرم صفقات في بداية الموسم أو في انتقالات يناير، فبتسيب أماكن دايما، ما ينفعش تقفل القائمة ل30، فدايما بتسيب ثلاث أماكن للفريق الأول علشان لو النادي الأهلي تعاقد مع أي لاعب ممكن يدخل على طول، طبعا بيكون تحت السن 97، يدخل على طول في قائمة شباب النادي الأهلي وما ياخدش مكان في الفريق الأول. فدايما قائمة فريق شباب النادي الأهلي على مر السنين دايما بتبقى 27 لاعب. طب عايزين نشوف ال 27 لاعب يعني اللي موجودين داخل شباب النادي الاهلي، ايه السياسه اللي عملها مجلس الاداره علشان دايما بنبني وبنفكر في المستقبل. دايما النادي الاهلي ما بيفكرش في مباراه واحده، لا دايما بنفكر في الفريق الاول وبنفكر في المستقبل، وبعد كده بيجي ان احنا نفكر في البطوله اللي احنا بنلعب فيها. اول حاجه عندنا محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الاهلي معار الى جمهوريه شبيل. عندنا
انتقالات تمت في بداية الموسم، بعد كده في يناير للجونة، وما شاء الله محققين نجاحات مميزة جدا وواضحة للجميع في الجونة شباب النادي الأهلي. هنبتديها مع عمر رضوان حارس مرمى الجونة، وأحمد حمدي، أحمد ياسر ريان الجزار، أكرم توفيق برضو أكرم والجزار مواليد 97 متسجلين في فريق شباب الأهلي، وعمر سعداوي، دول انتقلوا إلى الجونة. عندنا كمان الاتحاد السكندري ما شاء الله عمار حمدي، عمار حمدي المتألق وراح منتخب مصر الأولمبي وكمان انضم لمنتخب مصر الأول، وعندنا فوزي الحناوي. هنروح لسموحة، سموحة عندنا كريم يحيى باك رايت. هنروح لنجوم اف سي عندنا اللاعب أحمد حاتم باك ليفت. هنروح للإنتاج الحربي محمد حسين عضل. ما شاء الله كل أندية الدوري الممتاز أو معظم أندية الدوري الممتاز فيها انتقالات من فريق شباب النادي الأهلي اللي قوامه 27 لاعب. طيب نشوف مين مسجل في الفريق الأول ودايما بيشارك مع الفريق الأول ومن العناصر الأساسية برضو من فريق شباب النادي الأهلي. عندنا كريم ندفد، عندنا ناصر ماهر، عندنا رمضان صبحي، صلاح محسن، والمصاب إن شاء الله اللي بتمنى له يرجع سريعا محمد محمود لاعب وادي دجلة. فاحنا بنتكلم في حوالي 17 لاعب من قوام 27 لاعب، دي قائمة فريق شباب النادي الأهلي 17 لاعب. كمان عندنا لاعب اسمه مصطفى صبحي كان موقوف في مباراة الزمالك، فبنتكلم في 18 لاعب. 18 لاعب من 27 لاعب، يتبقى 9 لاعبين. 9 لاعبين دول اللي راح بيهم النادي الأهلي أو بيخوض بيهم النادي الأهلي الدور الثاني في دوري شباب الجمهورية مواليد 97. كان موجود في أرض الملعب حوالي 3 أو 4 لاعبين مواليد 97، لكن قوام فريق شباب الأهلي هتلاقوه من 99، هتلاقوه من 2000، هتلاقوه من 2001 وكمان من 2002. ده فريق شباب النادي الأهلي اللي خسر من نادي الزمالك 3-0. زي ما بقول لحضراتكم، النادي الأهلي ما بيشتغلش على مباراة، النادي الأهلي بيبقى ليه هدف كبير هو الفريق الأول، وبعد كده بتأتي البطولة. اللي أنا عايز نشوف مع حضراتكم ترتيب جدول المسابقة والنادي الأهلي في أي مكان ونادي الزمالك في الترتيب الكام. بنستعرض مع حضراتكم دلوقتي ترتيب فرق دوري الجمهورية مواليد 97. النادي الأهلي ما شاء الله في الصدارة، لعب 25 مباراة، فاز في 21، تعادل في 3 ماتشات، ودي أول هزيمة للنادي الأهلي من مشوار البطولة. 57 هدف أقوى خط دفاع، وعليه 16 هدف في الصدارة ب 66 نقطة. يأتي مصر المقاصة في المركز الثاني ب 56 نقطة، آسف النادي الأهلي ب 66 نقطة في الصدارة، ومصر المقاصة ب 56 نقطة في المركز الثاني، يعني فارق 10 نقاط عن المركز الثاني. طلائع الجيش طبعا في المركز الثالث، بيراميدز في المركز الرابع، والإسماعيلي في المركز الخامس، السادس إنبي، والسابع المقاولين العرب، والثامن بتروجيت، والتاسع حرس الحدود. الزمالك في المركز العاشر وتساوي مع نجوم اف سي اللي في المركز ال11، و12 وادي دجله و13 سموحه، والاتحاد 14 و15 انتاج الحربي، و16 الجونه، و17 المصري، و18 الداخليه. لو احنا بس عايزين نشوف المقارنه هنشوف النادي الاهلي اللي بيلعب بولاد صغيرين مواليد 99 و2000 و2001 و2002. دايما هدف النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم دايما عنا للفريق الاول، وازاي تعمل سياسه ناجحه يبقى بتعد لاعب للفريق الاول في السنوات اللي جايه وعينك برضو على البطوله. فما شاء الله احنا ماشيين في السكه، في السكتين عينينا، مش زي ما حد بيقول ان احنا يعني خسرنا مباراه، لكن هي دي كواليس الخساره اللي عايز يعني افكر الناس بيها او عايز اوضحها للناس. والنادي الاهلي كمان ما شاء الله بنشكر وبنحيي الجهاز الفني كابتن عمرو انور وقبليه كابتن عادل عبد الرحمن على النتائج ما شاء الله المميزه اللي عملها في فريق شباب النادي الاهلي. وبالمناسبه خلاص متبقي حوالي 9 مباريات، يعني النادي الاهلي ان شاء الله ممكن بعد 4 مباريات كمان نلاقيه حسم دوري شباب الجمهوريه. هروح دلوقتي لتقرير مهم. دايما برنامج الاشبال بيساند كل اللاعبين المصابين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، زي ما ساندنا شادي رضوان، وكنا في زياره مهمه ليه في المستشفى وهو بيعمل عمليه، لينا زياره مهمه وكاميرا الاشبال كانت موجوده مع اللاعب احمد اشرف تحت 17 سنة، لاعب مواليد فريق 2001 ومن اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين. نروح نشوف التقرير ده وكاميرا الأشبال كانت موجودة مع أحمد أشرف، ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
احب اشكر كاميرا قناه الاهلي على الاهتمام، واوجه تحياتي للكابتن اسامه حسني. الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل، جالي قطع في الرباط الصليبي، كنا في مباراه الحمد لله اجريت عمليه الرباط الصليبي امبارح، كان في نتشه كده في الغضروف الخارجي، الحمد لله عدت على خير يعني، وان شاء الله هطلع بكره من المستشفى. هو جم قبل المعمل العمليه بصوا برضه عملوا شويه تستات كده، وقالوا لي على تمارين هنبتدي نشتغل على طول من بعد العمليه. بعد العمليه ما حصلش كلام يعني مع دكتور احمد، بس يعني هو تواصل مع والدي وطمنه، قالوا الحمد لله العمليه الدنيا كويسه والدنيا كانت تمام يعني الحمد لله. الحمد لله كويس، ان شاء الله الفتره اللي جايه اقدر في اقرب فرصه ان انا اكون متواجد، ان شاء الله اقدر اقدم للناس حاجه كويسه، اقدر ان شاء الله اخلي النادي الاهلي في المكانه اللي متعودين عليها دايما، وان شاء الله ربنا يكرمني ونجيب بطوله افريقيا ان شاء الله. النادي الاهلي بقى لها كتير بعيد عن النادي، نقدر ان شاء الله نحققها ونخلي جمهور الاهلي دايما راسه مرفوعه زي ما الجمهور متعود يعني. هو في البدايه طبعا اول يومين كانوا يعتبروا من اصعب يومين قضيتهم في حياتي كلها، ساعة الوقعة اللي وقعتها طبعا انا ما كنتش مصدق ان او ما كانش في تفكير ان ممكن يحصل لي حاجة زي كده في يوم من الايام. كان التشخيص المبدئي كان ان هو كان في حاجة في الغضروف الخارجي، بس بعد كده عملت الاشعة طلعت قطع في الصليبي، بس زي ما قلت لحضرتك طبعا الحمد لله يعني كل حاجة مكتوبة عند ربنا، كل اللي ربنا بيجيبه خير طبعا، كده ربنا شايل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. انا هو ناصر ماهر، ان انا حضرته في ايام الناشئين قبل ما يتصعد للفريق الاول، كان جاله اصابه اصعب من اصابتي كمان يعني، كان جاله 2 صليبي مش واحده، قدر يصبر واشتغل كويس وربنا كرمه في الاخر، وما شاء الله مكسر الدنيا دلوقتي مع الفريق الاول، فان شاء الله امشي على خطوه يعني ان شاء الله واقدر ارجع احسن من الاول ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي ما تاخرش عني خالص، انا اتصبت مثلا كان يوم الجمعه، عملنا الاشعه طلعت السبت واتثبت ان انا عندي قطع في الصليبي، من ساعتها على طول بصراحه الناس مشيت في الاجراءات. اشكر طبعا احب اشكر كابتن فتحي مبروك، كابتن هشام حنفي، شكر خاص طبعا لكابتن اكرامي، وقف معايا في مواقف كتيره صعبه، دايما في ظهري، دايما بيدعمني، يعني كابتن اكرامي زي والدي بالظبط، فطبعا احب اوصل له شكر خاص من خلال قناه النادي الاهلي، وده الطبيعي يعني ان النادي الاهلي دايما بيقف ورا اولاده، فمش حاجه جديده يعني على النادي الاهلي. اولا طبعا تحياتي للكابتن اسامه حسني وتحياتي لقناه النادي الاهلي والبرنامج الاشبال، دي حاجه مش غريبه عن النادي الاهلي ان هو دايما بيهتم بكل اولاده بصرف النظر بقى اشبال درجه اولى، المهم ان هو كل المنتمين للنادي الاهلي بيحسوا دي اللي بنقول عليها عائله النادي الاهلي، زي ما الكابتن خطيب قال عائله النادي الاهلي، بالفعل هي فعلا احنا في عائله النادي الاهلي، وبتهتم العائله الكبير، العائله بيهتم بكل العائله، كل افراد العائله سواء صغير او كبير، دي اولا. ثانيا بالنسبه لاصابه احمد، الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل، ودي اراده ربنا، والحمد لله احمد انا ووالدته مربي هو واخواته يعني مربينه من صغرهم على ان يبقى علاقته بربنا قويه، ويؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن ان كل حاجه ربنا بيعملها اكيد خير، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا، واكيد ربنا الاصابه دي خير ليه في مستقبله، واكيد هي فادت حاجه اكبر، وان شاء الله باذن الله انا واثق في ربنا اولا، واثق في احمد ثانيا بعزيمته وبارادته ان هو هيرجع احسن من الاول باذن الله، طالما هو ماشي في السكه دي وهو علاقته بربنا قويه وهو عنده ايمان وعزيمه، فباذن الله ان شاء الله هيرجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. طول ما انت علاقتك قويه بربنا سبحانه وتعالى اكيد هتتقبل اي حاجه، لان ده اختبار من ربنا اولا واخيرا، ممكن بيختبر ايمانك بيختبر تحملك، وفي الاول وفي الاخر اللي عايزه ربنا هو اللي بيكون، ودي اللي احمد مقتنع بيها وعارف ان ده ربنا عامل له خير، الاصابه دي خير ليه اكيد يعني. انا مهما اتكلمت عن النادي الاهلي مش هقدر اقول حاجه يعني، ليه مش هتكلم؟ لان ده الطبيعي، ده العادي بتاع النادي الاهلي يعني، لو حصل غير كده يبقى مش النادي الاهلي، الطبيعي جدا جدا ان اللي اتعامل مع احمد دوت النادي الاهلي بيعمله مع كل ولاده، فدي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي، وانا ما كنتش قلقان ولا متوقع جدا ان النادي الاهلي هيعمل اكتر من اللازم بالنسبه لاولاده، مش لاحمد بس، لان بقول لحضرتك احنا يعني احنا حتى من صغرنا احنا بنقول ايه، مبادئ النادي الاهلي واخلاقيات النادي الاهلي، هي دي مبادئ النادي الاهلي، ان ابني ما تخلاش عنه في اي لحظه، واقف جنبه في اللحظه اللي هو ضعيف فيها اكتر من اللحظه اللي فيها قوته، فده طبيعي جدا، انا مش هقول ايه، هقول ده العادي بتاع النادي الاهلي.
بالمناسبة اللاعب أحمد أشرف ما شاء الله زي ما احنا بنقول من اللاعبين المميزين داخل فريق 2001، هو كمان كابتن فريق 2001 وكمان كابتن منتخب مصر 2001، وانضم يعني اللي كان من المجموعة اللي انضمت مع الكابتن ربيع ياسين. تمنى له إن شاء الله إنه يرجع في أسرع وقت، وهو فعلا من اللاعبين المميزين سلوكيا وأخلاقيا كمان وفنيا. وبيقولوا لي كمان من الحاجات الحلوة وهو تحت تأثير البنج وخارج من العملية، بيقول أفريقيا يا أهلي، أفريقيا يا أهلي. فنتمنى إن شاء الله التوفيق طبعا لفريق النادي الأهلي الفريق الأول بكرة مع شيوط الثورة الجزائري، ويبقى يوم أهلاوي إن شاء الله بإذن الله. هروح دلوقتي لتقرير مهم وفقرة الذكريات. فقرتنا النهاردة مع واحد أنا شخصيا وكلنا بنعتبره مصري، عاش في مصر فترة طويلة جدا، يعني أنا بتشرف إن أنا يعني اتدربت على إيده في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وكنا بنعتبره أب لينا. كابتن شطة كان بيجي لنا دايما المدرسة وبيشوف دايما كل الحاجات اللي بتخصنا، وكنا زي ما بقول لحضراتكم وإحنا في قطاع الناشئين يعني بنعتبره أب لينا. هنروح نشوف فقرة الكواليس بقى والذكريات مع الكابتن عبد المنعم شطة، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طبعا بيودع الملاعب، تبقى لحظه صعب على لعيب الكوره. صباح عليك يا اسامه، وعايز اهنيك برضو على البرنامج بتاع الناشئين ده، لانه البرنامج ده كان حقيقة من زمان قوي كنا بنحاول نعمله لقناة النادي الأهلي. الحمد لله اتحققت هذه الرغبة يعني، وأنا يعني بقول لك يعني من مكاني هنا إن البرنامج ده إن شاء الله مع الوقت إن شاء الله هيبقى له فوائد كثيرة جدا حتى على قطاع الناشئين، من خلال تطويره ومن خلال إضافة بعض الآليات اللي فيه، بحيث إنه نحاول نخلي البرنامج ده الهدف الأساسي منه إنه الناشئ يعرف تاريخه في النادي الاهلي، التدريبات اللي بياخدها والحاجات دي عشان ترفع من مستواه. حقيقه انا برضه بحييك برضه على انك انت برضه بتجيب بعض الرموز اللي موجوده في الـ في الـ في, الـ في النادي الاهلي عشان توري من خلالها انه قطاع الناشئين ده هو اللي افرز اغلب اللاعبين، وانت منهم طبعا. كنت حقيقة من قطاع الناشئين، فرز واضح جدا انه اخرج لعيبه على قدر كبير جدا هي في الفترات السابقه من ايام حياه كابتن مصطفى حسين الاشبال، ومرن بكابتن عمرو ابو المجد والسايس، وبعد كده طبعا اجيال كثيره كانت موجوده في النادي الاهلي من مدربين ومسؤولين عن هذا القطاع. والله انا طبعا انا كواحد الحقيقه اتربيت في النادي الاهلي واشتغلت في قطاع الناشئين 20 سنه، ممكن في ناس ما تعرفش المعلومه دي. انا بطلت 83، كابتن عمرو ابو المجد وكابتن السايس طلبوا مني ان انا التحق بجهاز التدريبي في ذلك الوقت، انا محمد عامر ومختار مختار، وكان كابتن صبعه عبد الحليم حياه، مجموعه كبيره جدا حقيقه، وماهر همام، مش عايز اذكر الاسماء لانه اكثر من 20 30 زميل معايا كان في ذلك الوقت. رساله حقيقه مهمه جدا ان انا في هذا القطاع لحد 2002 لما رحت الاتحاد الافريقي كنت بهتم بكيفيه انه اللاعب اهتم بتكوينه قبل ان اهتم بالنتائج. يعني عمري ما اهتميت بالنتائج الحقيقه. ايام الكابتن صالح سليم كان بيقول لي يا شطه انا مش عايزك تيجي تقول لي كسبت 14 و15 و20، انا عايزك تقول لي عندي 2 3 لاعبين هيكون لهم ان شاء الله مستقبل. وفعلا هي استطعت انا من خلال وجودي في هذا القطاع ان انا اخرج لعيبه هي كبار موجودين الان على الساحه الرياضيه، اذا كانوا اعتزلوا او اذا كانوا لسه في الملاعب. وهؤلاء اللاعبين طبعا تاسسوا من خلال حياة قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ما فيش مدرب لوحده هو الذي استطاع ان يخلق لاعب او يكون لاعب، هذا تسلسل اجيال مع بعض. اللاعب ينشا من 8 سنين ل 10 سنين ل 12 ل 14، بيتنقل لاكثر من مدرسه او من مدرب، وبالتالي كل المدربين كان عندهم برامج موجوده، ومن خلال حقيقه مبادئ النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي في ذلك الوقت ان كل اللاعبين يعلموا تماما ان القصد من المباريات هو رفع مستواهم من خلال التدريبات، واحدث طرق التدريب كانت موجوده. وطبعا ده كان حقيقه امر مهم جدا انه اللاعب في قطاع الناشئين يجب ان يعلم تماما انه الفرصه هتجيله، بس لازم يجتهد ولازم يكون دائما بيسمع كلام المدرب ونصائحه، والتدريبات يؤديها بشكل جيد، لانه التدريبات هي اللي بتصنع اللاعب، والممارسه والتكرار هو اساس التعليم. الممارسه والتكرار هو اساس التعليم. شوف انا برضه انا جيت لما جيت النادي الاهلي ما كنتش ابني من ابنائه، لكن
مع الوقت كده حقيقة كابتن طارق سليمة رحمة الله عليه قال لي يا شطة أنا سعيد جدا إنك أنت في النادي الأهلي ابني من أبناء المخلصين، إن أكتر واحد كنت في الملعب بحس بقد إيه إنك أنت روح الفانيلا اللي داخلك. هي دي الحقيقة أبرز حاجة كنا بنحاول نعلمها للاعبين، إنه روح الفانيلا الحمراء هي أساس كل شيء، تضحي من أجلها، تضحي من أجلها بأنك إذا عندك أي حاجة ممكن تحاول تخليها جانبا، مشاكلك الأسرية، مشاكلك المالية، أي شيء تضحي من أجله. كنا لا نأبه بالمال أو بالمادة، نأبه أهم حاجة عندنا أنه نكون دائما مخلصين لهذا النادي الذي يعني خلق نجوم قبلينا، وإحنا جينا بقى برضو في هذا المكان عشان نخلق أجيال في, في, في نادي الأهلي من خلال حب النادي، انتماء النادي، الروح الفانيلا الحمراء، الإخلاص في الأداء، بغض النظر عن النتائج. ما كناش هي حريصين على أنه لو خسرنا الخسارة بالنسبة لنا، المركز الثاني كان بالنسبة لنا يعتبر خسارة في كل المراكز في كل الأوقات على جميع المراحل السنية. كنا حريصين جدا أنه نزرع كمان روح المكسب أو هذا الإحساس بأنه النادي الأهلي هو نادي البطولات، دي كانت مهمة جدا حقيقة. والله في لاعبين يعني كتار جدا ظهروا وبثقوا طبعا، ونذكرهم لأنه مثلوا النادي الأهلي في مراحل كثيرة والمنتخبات. طبعا على رأسهم الحقيقة الكابتن أسامة حسني كان حقيقة يعني مثال كبير جدا للاعبين الحقيقه المخلصين اللي ما كانوش بيخلقوا مشاكل، عنده مهاره خاصه جدا الحقيقه، كان لعيب ذو مهارات خاصه جدا. وسام حسني كان من اللاعبين الحقيقه برضه مثلوا النادي الاهلي على مستوى الفريق الاول المنتخبات، وكان بيحرز اهداف حقيقه رائعه جدا. عندك عماد متعب طبعا الحقيقه لا انسى انه لما اول ما بدا انا مسكته من 8 ل 10 سنين ل 12 سنه، وجدت فيه في تلك المرحله الصغيره موهبه التهديف، كنت بمرنه تدريبات خاصه خصوصا في الكرات اللي هي الكروسز والحاجات اللي هي الكرات العكسيه، لانه كان يمتاز بالتايمينج واللعب الكره بالراس، وكان برضو عنده قدره في التهديف. عندنا طبعا هي لعيبه اخرين زي مثلا حسام غالي. حسام غالي ده اول ما دخل النادي الاهلي ايام الكابتن الشربيني انا كنت وقتها ماسك ال 20 سنه، وكنت دائما حريص على اني اتابعه الحقيقه، وكان حقيقه لعب ما يكثر مباراه 18 سنه، وكنت دائما حقيقه بنصائح كثيره جدا بقدمها له، وكنت برضو حمام بيساعدهم حتى كمان في الدراسة لما كان عندهم مشاكل في الدراسة كنت بروح معهم. عندنا حقيقة كمية كبيرة جدا من اللاعبين الموجودين حقيقة على المستوى، كان شريف إكرامي طبعا من 8 سنين أنا دربته 8 سنين و10 سنين و12 سنة في جميع المراحل. عندنا أمير عبد الحميد كان حارس مرمى برضو حراسة جيدين. عندنا مصطفى كمال كان برضو موجود، وأحمد فوزي حقيقة حارس المرمى كان برضو معايا فترة طويلة. لعيبة كثيرين جدا موجودين حقيقة، في لعيبة طبعا استمرت في النادي الأهلي، وفي لعيبة خرجت برا يعني ساهمت برضه في انها تلعب في الانديه الاخرى. النادي الاهلي بيفرخ لعيبه على مستوى الجمهوريه، على مستوى المنتخبات المتنوعه. حقيقه كان بيساعدني في الفترات دي مختار كان موجود، ومحمد عامر وباهر همام وصعب عبد الحليم وابن عبد الصمد، اسماء كبيره جدا، وعبد العزيز عبد الشافي. كنا مجموعه كبيره جدا من المدربين الحقيقه المخلصين في النادي الاهلي، بيحاول دائما احد عبد الباقي ما انساش، قعدنا فتره طويله مع بعض كنا بناخد من بعض. اهم حاجه ال 16 سنه بلجأ له لما ما يكونش عندي لعيبة صعدت الفريق الأول، بلجأ للمرحلة الأدنى. ما كانش في خلاف بين المدربين إنه عنده ماتش مهم جدا يقدر ما يدينيش لعيب من عنده، لا كنا دايما أنا في المرحلة الأدنى دايما برفع المستوى اللاعب للمرحلة الأعلى، 16 يلعب 18 بغض النظر عن الماتشات اللي جاية. يعني أهم حاجة عند اللعيب يلعب في المستوى الأعلى، ودي مهمة جدا إنك أنت بتصعد اللعيب حتى وأنت محتاجه في مرحلتك السنية، دي مهمة جدا. إنه في مدربين الآن يقول لك لا أنا عايز اللعيب ده عشان عندي ماتش، لا طالما اللعيب صعد للمرحله الاعلى انا بعتقد هو ده الانجاز الاكبر انك انت لحققته، في انك انت رفعت لعيب من مستوى صغير الى مستوى اعلى، وده طبعا خلى اللعيبه لعبت على 18 سنه، في لعيبه لعبت 18 سنه في الفريق الاول كتير يعني موجودين، ودي كانت حاجه مهمه جدا هي في قطاع الناشئين استطعنا ان نغرزها في المدربين نفسهم في اللاعبين. الحقيقه كل اللعيبه اللي انت تعرف دلوقتي كره القدم اصبحت احتراف، والاحتراف ده طبعا مرتبط بحاجات كتيره جدا، انك انت تتواجد في الملعب، اذا انت حسيت انك انت الفريق الاول في عدد كافي موجود انك انت هتفضل قاعد مش هتلعب، يا ريت تفكر في انك انت الاعاره بالنسبه لك حاجه مهمه عشان ترفع من مستواك وترجع تاني. ممكن النادي الاهلي في اي وقت في اللعيبه، انا هديك مثلا حسن مصطفى كان خرج من النادي الاهلي ورجع تاني النادي الاهلي لعب. عندك لعيبه يعني كتير جدا خرجت ولعبت بره في الانديه الثانيه، احتكت احتكاكات قويه بقت افضل من اللعيبه اللي قاعده ما بتلعبش في الاحتياط. فالحوافز موجودة انك انت تفكر دايما انك انت يعني اذا ما كانش لك وجود في الفريق الاول نتيجة يعني الكمية كبيرة من اللاعبين اللي موجودين انك تطلع تعار، دي حاجة طبعا توري قد ايه ان النادي الاهلي مليء باللاعبين، وان هو مفرخة لكل الاندية، ان الاندية كلها بتستعين بيه، خصوصا ان المدربين اللي بيخرجوا من النادي الاهلي دايما بيطلبوا لعيبة النادي الاهلي من ناشئين. ليه؟ لعيب مؤسس تأسيس صح،
عنده قدرات بدنية وعنده قدرات ذهنية، عنده برضو إحساسه بالأداء بأدائه في الملعب، إنه لازم يعني ثقة المكسب وحوافز الحاجات دي كلها بتخلي اللعيبة بيطلع برا بيؤدي. ودليل زي ما حضرتك قلت إنه الجونة دلوقتي أفضل اللاعبين اللي فيها ورفع من مستواه وخلوها دائما في شكل كويس هم اللعيبة النادي الأهلي. يعني لو النادي الأهلي بيعيره عشان يكتسب خبرات عشان يرجعه تاني، النادي الأهلي مش عايز يشتري لعيب من برا، وانت أساسا اللعيب عندك أساسا أسست في النادي الأهلي لروح الفنيلة الحمراء بأداء النادي الأهلي وتطلع برا تيجي تاني هتيجي أقوى، ودي حاجة مهمة جدا لأنه قطاع الناشئين في مبارياته وفي مسابقاته لن تخرج لاعب بشكل كبير او بشكل مميز الا من خلال انك تلعب في الفريق الاول في انديه اخرى او تلعب في النادي الاهلي نفسه، بس تكون مشارك بصفه منتظمه. ودي حته مهمه جدا يعني حياة بقولها للناشئين عموما. يعني احنا حياة تربينا في النادي الاهلي في شكل اسري كبير جدا حياة، الان غير موجود نتيجه الاحتراف واللعيبه اللي بتيجي من بره وحياة بعد الاماكن الناس اللي ساكنه فيها. النادي الاهلي كان معسكرنا كان بيبقى تحت المدرجات هنا، كان المعسكر ده اللي هو الغرفه اللي بيجتمعوا فيها الان اللاعبين دي، كنا ده معسكرنا اللي بننام فيه، كنا ده الجامع اللي بنصلي فيه، لازم نصلي كل الصلوات مع بعض هنا اللي كنا موجودين في النادي المعسكر بتاعنا من الصبح لحد بعد، وكلنا كنا حقيقه كلنا مع بعض روح واحده. اللي انا لا انسى ان انا اول سنتين كنت قاعد احتياطي بصفه مستمره، لكن كنت بيستعين بيا النادي الحقيقه النادي الاهلي ويستعين بيا المدرب بشكل منتظم في مواقف كثيره جدا بيحتاج لي فيها، ان المستلزم مبدا انا. يعني انا اذكر كويس قوي في بعض المباريات كان حقيقه المدرب هديكوتي يقول لي انا مش هبدا بيك، انا عايز ابدا مثلا بطاهر الشيخ وحسين صالح وصفت او مختار مثلا، لان انا محتاج انك في الحته الفلانيه بتاع الحاجات دي كلها بتخلينا احنا برضو الواحد فينا ما يعني ما بيزعلش انه 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 موجود في الاحتياطي او ما بيلعبش، لا كنا كلنا حقيقه بدانا كلنا حقيقه بنلعب على فترات متقطعه مش بصفه منتظمه، ممكن اللعيب يلعب شوط ممكن اللعيب ما يلعبش ممكن اللعيب الماتش اللي جاي يتعامل حسابه. فكنا حقيقه دي حته مهمه جدا يا جماعه انا عايزها للناشئ او للعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي، انك انت كونك موجود مش موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في القائمه الاساسيه انك انت 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 مهمل، لا بالعكس ده في لعيبه احتياطيين كتيرين جدا موجودين اسسوا من خلال انهم كانوا بيستعين بيهم المدرب في الشوط الثاني عشان يرفع حقيقه من قدرات الفريق اذا كان بدنيه او اذا كان يعني دفع روح معنويه جديده. دي حاجات مهمه جدا الحقيقه للاعبين والناشئين عموما يكونوا يعني تبقى دايما في ذهنهم الحقيقه. زياره رئيس النادي الاهلي عموما لقطاع الناشئين، انا حضرت صالح سليم ايام ويل كورفر لو تفتكروا، كورفر كان موجود في النادي الاهلي وقتها، صالح سليم زارنا مرتين وانا كنت موجود في قطاع الناشئين. هذه الزيارات الحقيقه بتكون موجوده او لها ثقل كبير جدا لدى اللاعبين. افضل حاجه للاعب انه يشوف رمزي من رموزه وكان لاعب سابق ونجم من النجوم بيزوره. زياره الخطيب لقطاع الناشئين الان بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم، ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع هي زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع هي زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع هي زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع هي زياره الخطيب بترفع دائما حتى للمدربين نفسهم ولما يحسوا رئيس النادي مهتم بالقطاع هي زياره الخطيب في وسامح حسني نفسه يساله اكثر من مره ما كان يجي يلعب هنا الدوافع بتتغير والاحساس بيتغير لانه الحقيقه ده المكان اللي نشا فيه قطاع الناشئين في النادي الاهلي في هذا الملعب، كان كل قطاعات الناشئين والمراحل السنيه بتلعب في هذا الملعب. فبالتالي طبعا انا اتمنى انه برضو هذه الزياره للكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره عموما برضو يكونوا متواجدين ويحضروا مباريات لهذا القطاع. اللعيب لما يحس انه رئيس النادي بيتفرج عليه دي حاجه يعني بتشكل له دوافع كبيره جدا وبتخليه دايما الحقيقه، والمدربين نفسهم بيحس انه 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 ان هم مش مهملين مراقبين يعني او متابعين اخبارهم. ودي حته حقيقه مهمه جدا بحيي عليها الكابتن محمود الخطيب حقيقه، كان قبل كده برضو كابتن صالح سليم والفريق مرتجي كان قبلهم وحقيقه بيتواجدوا دايما كانوا في قطاعات الناشئين والمباريات كانت بتقام هنا وكانوا بيتفرجوا عليها ويقعدوا في المقصوره هي اللي قدامك دي كان بيقعدوا فيها كل الرؤساء السابقين للنادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره عشان يشوفوا الناشئين. اتمنى هناك برضه يتعمل الحقيقه ملعب يكون فيه برضه مقصوره وفي مدرجات عشان يستطيع رئيس النادي واعضائه يتابعوا المباريات بتاعت النادي الاهلي. انا من خلال برنامج الاجبال ده بتمنى وبطلب من جميع الناشئين في النادي الاهلي انه يهتموا بالتدريب الانضباط انه يسمعوا كلام المدربين، انه كل لاعب عنده اي مشكله يحكيها للمدرب. اللاعب لازم يكون دايما في تدريباته حريص جدا ان يطور نفسه يشوف اخطائه، المدرب هيساعده انه يحاول يمرنه ويحاول يصح من اخطائه. يجب على اللاعب كمان عنده حاجه ذاتيه من جواه اسمها اليه الاداء،
انه يحاول من نفسه يطور نفسه، لو نقص حاجه يكمل المدرب انه يزودها له. يعني انا اتمنى، انا كنت اتمنى ان انا اعرض شرايط انا كنت بدرب بيها الناشئين موجودين فيها. يعني أنا أتمنى إن أنا 90 دقيقة ولا 80 دقيقة أخلصها وأروح. لا، هناك بعض التدريبات الخصوصية اللاعب لازم يكون دائما حريص على إنه يؤدي في مباريات بشكل قوي جدا، ويكون دائما عنده هدف إنه يوصل للفريق الأول، لأنه النجومية لا تصنع بين يوم وليلة. النجومية عايزة سنوات طويلة من العناء والأداء. ونضرب مثل بمحمد صلاح طبعا نجمنا الكبير، ونضرب مثل بكل اللاعبين اللي موجودين حاليا، ورأس من الخطيب لمصطفى عبده لمصطفى يونس، لكل اللعيبه اللي لعبت وادوا اداء مميز. هذه الامثله توري اللاعبين انهم يستطيعوا انهم يحققوا من خلال قطاع الناشئين ده كل طموحاتهم في المستقبل ان شاء الله. طبعا بيودع الملاعب، تبقى لحظه صعب على لعيب الكوره. بنشكر كابتن شطة على هذا الحوار اللي اختصنا في برنامج الاشبال. كابتن شطة نجم كبير داخل تاريخ النادي الأهلي، وقال رسائل مهمة جدا لكل الناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وكمان أشاد بزيارة الكابتن محمود الخطيب وزياراته متكررة لقطاع الناشئين، وقال كان الكابتن صالح دايما متواجد في قطاع الناشئين والفريق مرتجي. يعني احنا طبعا بنشكر الكابتن شطة شكر خاص جدا. الكابتن شطة انا عشت معاه كتير ايام كتيرة داخل قطاع الناشئين، وده بيأكد كمان ان فعلا الأهلي مدرسة. كابتن شطة اشتغل داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي 20 سنة، طلع خلال 20 سنه اجيال كتير واسماء كتير للنادي الاهلي والكره المصريه، منهم عماد متعب وحسام غالي، اسامه حسني، امير عبد الحميد، مصطفى كمال، احمد فوزي، وغيرهم كتير وكتير من النجوم. وقال حاجه مهمه وانا شخصيا كنت موجود فيها، كنا دايما بنلعب في ملعب مختار التتش قبل دايما تدريبات الفريق الاول. نتمنى ان شاء الله التجربه دي ترجع تاني. وكمان احنا هنا في برنامج الاشبال بقينا بنذيع المباريات الموجوده في مدينه نصر على الهواء مباشره علشان كل جماهير النادي الاهلي تعرف نجومها داخل قطاع الناشئين. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيوفي كابتن عبد الله فاروق المدرب العام لفريق 2000، واسماعيل الليسي لاعب فريق 2000. بجد التحيه بحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيوف المشرفين النهارده في برنامج الاشبال. الكابتن عبد الله فاروق المدرب العام لفريق 2000. ازيك يا كابتن عبد الله؟ كابتن اسامه اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. نورنا وشرفنا. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن اسماعيل الليسي لاعب فريق 2000، ازيك يا كابتن ليسي؟ الحمد لله يا كابتن، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ ايه مبسوط داخل النادي الاهلي؟ اه طبعا، مين موجود داخل النادي الاهلي مش مبسوط يعني؟ تمام. هنبتدي النهارده بالكابتن عبد الله فاروق المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن عبد الله قول لنا بقى في البدايه، يعني دي اول سنه تدريب ليك داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والبدايه يعني كانت داخل النادي الاهلي داخل قطاع الناشئين، قول لنا بقى، كلمنا عن التجربه دي خاصه، يعني تبتدي يعني البدايه هي في مشوار التدريب داخل القطاع. لا يعني بدايه الحمد لله رب العالمين، بدايه موفقه جدا في النادي الاهلي. زي ما بدات وانا لعيب كره في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، الحمد لله ربنا كرمني وبدات في قطاع في التدريب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي برضو. زي ما بنقول النادي الاهلي ما بنساش ولاده يعني. انا طبعا انت عارف ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي، فاول ما بطلت كوره فالناس كلمت كباتن في النادي الاهلي، والحمد لله بدات مشوار في التدريب في النادي الاهلي في قطاع الناشئين. يعني لعبت انت في الناشئين في النادي الاهلي من وانا 9 سنين؟ تسع سنين لحد طلعت سنة عارة، وبعدين رجعت كملت حتى 23 سنة، وبعدين طلعت بره النادي. كان مين جيلك بقى في الناشئين في النادي الاهلي؟ كان الشناوي واحمد عادل، محمد سمير، شبيطه، ما شاء الله، يعني شريف اشرف، يعني فيهم لعيبه كتير لعبت فريق الاول. الحمد لله كملوا في الدوري الممتاز، وفي ناس كتير موجوده في الدوري في الممتاز. طب قول لي بقى، يعني انت اول سنة تدريب، التدريب اسهل ولا اللعب؟ لا اللعب.
اللعب اسهل طبعا. اه اللعب اسهل بكتير يعني. تدريب حاجات يعني دراسه وبتتعامل مع لعيبه بتنقل لهم خبراتك وبتعمل، لكن اللعب انت مسؤول عن بالظبط، ما انت لكن التدريب مسؤول عن فرقه كامله، مسؤول عن 30 لعيب، مسؤول عن بطوله بتاخدها، مسؤول عن لعيبه تطلعها الفريق الاول. تمام. لكن انت لما بتبقى لعيب كوره بتبقى مسؤول عن نفسك، مسؤول عن تمارينك، مسؤول عن ماتشاتك. لا لو انت لعيب اسهل كتير من التدريب بس. تمام. هنروح بقى لاسماعيلي الليث. اسماعيلي انت انضميت في يناير للنادي الاهلي. تمام مظبوط. قول لي بقى يعني الكواليس ومين اللي شافك ومين اللي رشحك وانضميت ازاي للنادي الاهلي؟ والله يا كابتن هو الموضوع بدأ من شهر 4 اللي فات. كان عن طريق كابتن احمد السيد. رشحني للكابتن علاء ميهوب. بعت اللجنه الفنيه كابتن ناجي خليل جه اتفرج عليا في ماتش من ماتشات المصريه اتصالات في الناشئين، والحمد لله عجبته، كنت على تواصل مع الكابتن علاء ميهوب، والكلام ده من شهر 4. قعد الموضوع تقريبا لحد شهر 10. مفيش خطوه ايجابيه يعني من النادي لغايه لما في يناير كنت على تواصل مع الكابتن امير توفيق. و يعني النادي الاهلي بيتابعك من فتره. من شهر 4 اللي فات مع الكابتن علاء ميهوب. لعبت ماتش فرقه 2000. عملت ماتش كويس، كان الكابتن امين يعني عجبته، وكابتن علاء ميهوب قبل ما يقدم الاستقاله بتاعته كان قدم تقرير من الكابتن موجود من الكابتن امين عرابي. بعدها بفتره يعني الكابتن عندي قاي دخل في الموضوع وخلص الموضوع على طول يعني. تمام. مركزك يا اسماعيل؟ انا بلعب تحت الفرود وبلعب برضو حته الديفندر دي. يعني بتلعب في كابتن امين عرابي اكتر مركز بيشكك فيه؟ هو تحت الفرود، تحت المهاجم. تحت المهاجم. تمام. كابتن عبد الله يعني عايزك في البدايه تقول لي بقى الجهاز الفني الاول لفريق 2000، ما شاء الله انتوا عاملين نتائج مميزه. الحمد لله. وتبقى كمان 6 مباريات على البطوله، لكن لو كسبتوا ماتشين حسمتوا البطوله رسمي. رسمي. قول لي بقى الجهاز المعاون معاكم مين؟ معانا الكابتن امين عرابي طبعا مدير فني. تمام. انا مدرب عام. تمام. معانا كابتن تامر دسوقي مدرب حراس مرمى. تمام. كابتن تايجر مدرب احمال. معانا الدكتور محمود دكتور الفريق، ومعانا عبد الحميد المدلك الفريق، وعماد انور الاداري. وعماد انور الاداري طبعا الدينامو بتاعنا. تمام. اداري ناشط جدا. عمليه التصعيد بقى يعني في زي ما احنا بنتكلم عن عمليه تصعيد داخل قطاع الناشئين من اللاعبين، انتوا ممكن بتستعينوا بلاعبين من 2001 ومن 2002 و2003. برضو في عمليه تصعيد للمدربين زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعني مخرجنا دكروري وعماره بيعرضوا مشوار فريق 2000 في بطوله دوري منطقه القاهره. عايز اكلمك عن عمليه تصعيد برضو المدربين. ما شاء الله انت برضو كنت يعني متولي الاول فريق كام في 2008. الاول 2008. عمليه حصلت عمليه تصعيد تاني. كنت انا بادئ مع 2008 في اول السنه. اشتغلت معاهم حوالي 3 شهور او 4 شهور، وكابتن عادل مصطفى لما كابتن محمد يوسف كان ماسك مدرب مؤقت، كابتن عادل مصطفى طلع ماسك معاه في الجهاز الفريق الاول. فال 2003 كانت ما فيهاش مدير فني، فنزل كابتن اشرف ابو زيد من مدرب عام 2000 لمدير فني 2003، وانا اتصعدت من مدرب عام 2008 لمدرب عام 2000. اللي رشحك كان كابتن امين عرابي. كابتن امين عرابي. كابتن عريم وكابتن امين وكابتن فتحي اتكلم، وكابتن اتسال كابتن تامر حفني طبعا، هو اللي كان المدير المسؤول عن المدربين البراعم. فاتكلم معاه وبتاع، وكابتن تامر يعني اتكلم بصفه كويسه جدا وطريقه كويسه جدا. بس خلي بالك دي خطوه كويسه جدا طبعا، انك انت بتبتدي الاول في براعم طبعا او مدرسه الكوره، بعد كده تنتقل يعني لمرحله ثانيه. فزي ما احنا بنتكلم عن تصعيد داخل القطاع بيفيد اللاعبين برضو، دي خطوه مهمه جدا ليك في مشوارك طبعا. انا يعني من المحظوظين ان الناس يعني اللي انا بدات في البراعم وفي نفس السنه ان انت تطلع تمسك فرقه 2000 في قطاع الناشئين، ده انت مدرب من المحظوظين. تمام. من المحظوظين اللي موجودين في النادي ان انت في نفس السنه تطلع تمسك مدرب في فريق 2000 في قطاع الناشئين 18 سنه يعني. تمام. ليسي قول لي بقى يعني ما شاء الله انتوا فريق 2000 برغم انك انت يعني انضميت متاخرا شويه في يناير، لكن فريق 2000 يعني محقق ما شاء الله نتائج كويسه جدا. المباراه اللي فاتت فزتوا على دجله 5-2. تمام. نتيجه كبيره. كانت المباراه فين؟ في مدينه نصر ولا في دجله؟ لا كان في دجله التجمع الخامس. كانت في ملعبهم. ملعبهم هناك. ما شاء الله. يعني دلوقتي النادي الاهلي في الصداره، وهنستعرض دلوقتي يعني على الشاشه هنشوف جدول المسابقه، بس عايزك تكلمني ما شاء الله يعني الرصيد صوره حلوه لمين؟ طيب
هيورينا صور حلوه للليس دلوقتي. طيب دي لحظه انضمامك للنادي الاهلي يا ميسي. اليوم ما كنت في الجزيره ده. في النادي الاهلي الجزيره. احمد السيد. لا احمد مع احمد السيد. كابتن احمد السيد. وفي صوره ثانيه كمان. قول لنا بقى كواليس الصوره دي برضو يعني نجم كبير زي محمد صلاح. ده يوم الماتش اللي هو صعدنا فيه ماتش الكونغو. ماتش الكونغو. كان في الفندق هناك عند اللعيبه. رحت اتفرجت على المباراه هناك؟ كنت موجود؟ كنت في الاستاد وخلصنا وطلعت هناك على الفندق يعني. نفسك في يوم من الايام تكون زي محمد صلاح؟ طبعا. يعني محمد صلاح يمكن مش في نفس مركزي بس هو مثل الاعلى يعني انا بحبه جدا يعني. يعني التحديات اللي انت بترسمها لنفسك محمد صلاح في يوم من الايام يعني كان داخل قطاع الناشئين بالمقاولين العرب ورسم حلم لنفسه ووصل له يعني ابتداها من مقاولين العرب بازل وبدا يتدرج وحلم وبدا يطور نفسه، هل انت حاطط طموح في نفسك في يوم من الايام ليس انك يعني توصل وتكون زي محمد صلاح في يوم من الايام؟ طبعا يعني كابتن محمد صلاح اي حد يتمنى يبقى في مركزه ده. بس انا نفسي الدرجه الاولى الاول في النادي الاهلي. تمام. ولو هيبقى في حاجه عن طريق يعني للخارج بره مصر تبقى عن طريق النادي الاهلي يعني. انت يعني انت بالرغم انك بقالك شهرين لكن اندمجت على طول. لا لا سياسه النادي الاهلي وانا بحييك كلام يعني على كلام اللي انت بتقوله. هنروح نشوف دلوقتي برضو يعني مع ضيوفي جدول ترتيب مسابقه فريق 2000 بطوله المنطقه اللي ما شاء الله متصدرينها يعني بارقام قياسيه ومتبقي يعني من 6 مباريات محتاجين ماتشين عشان يحسموا البطوله رسمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي الاهلي في الصداره لعب 20 مباراه فاز في 18 تعادل في ماتشين ما فيش خساره في ولا مباراه. اقوى خط هجوم 80 هدف وعليه 12 هدف. اقوى خط دفاع 56 نقطه في الصداره. مصر التامين في المركز الثاني 47 نقطه. وادي دجله في المركز الثالث. طالع الجيش المركز الرابع. الخامس النصر. سادس الاتصالات. سابع سكه الحديد. الثامن شباب زينهم. التاسع الغابه. العاشر سرايا القبه. 11 شباب عين السيره. 12 المعادي واليخت. 13 مصر القاهري. 14 المقاولين العرب. كابتن عبد الله يعني ما شاء الله شاف الارقام دي ازاي؟ كابتن الارقام دي كل ماتش بناخد تحدي لوحده مختلف يعني. كابتن امين عرابي في كل محاضره بنتكلم احنا هدفنا 3 نقط. هدفنا ان احنا نطلع من البطوله دي من غير ولا خساره. هدفنا ان نطلع من البطوله دي. كان على طول كلامه في الاجتماع مع اللعيبه يقول له البنات دي زي البنك. خد وحوش في البنك. خد البنات وحوشها في البنك. خد اللي ما تفرطش. كابتن امين عرابي. كابتن امين. لما تيجي في اخر الموسم هتفتح الخزنه بتاعتك في البنك هتلاقي التحويشه بتاعتك بتاعت السنه كلها هتلاقيها موجوده في البنك. فهو بيتكلم معاهم على طول في الكلام ده. فالبنات دي نتيجه عن ان اللعيبه ما شاء الله بتنفذ تعليمات كابتن امين. بتشتغل كويس جدا في التمرين، بتشتغل كويس جدا في الماتشات. الحمد لله بنكسب معظم الماتشات كلها كسبناها، يمكن تعادلنا ماتشين بس. فالبنات دي يعني امر طبيعي ان انت لما يبقى معاك لعيبه مميزه او مجموعه لعيبه مميزه زي دي ومعاك جهاز فني محترم زي كابتن امين عرابي والجهاز اللي موجود لا ده شيء طبيعي يعني. الحمد لله. انا عايز اخدك يعني لرقم قياسي ما شاء الله عاملينه. الفريق الوحيد داخل قطاع الناشئين اللي ما تهزمش ولا مباراه. تمام. في المسابقه. تمام تمام تمام. طب عشان معانا دلوقتي على الشاشه زياره مهمه كابتن عبد الله ليسي، كابتن محمود الخطيب نجم النادي الاهلي، واحنا بنستعرضها على الشاشه ورسائل مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب. وزي ما قال الكابتن شطه برضو يعني كان بيشيد بالزيارات الكابتن محمود الخطيب المتكرره دايما قطاع الناشئين زي ما كان الكابتن صالح والفريق مرتجي يعني بيزوروا دايما قطاع الناشئين، فهو بيشيد بزياره الكابتن محمود. شفت ازاي الزياره دي يا ليسي؟ والله يا كابتن لحد اما انا جيت في يناير ما كنتش لسه شفت الكابتن محمود الخطيب يعني. كان الزياره اللي هو جه فيها ما كنتش انا لسه جيت النادي الاهلي يعني. ما كنتش موجود؟ لا ما كنتش لسه جيت. كابتن عبد الله يعني اجتمع الاول كابتن خطيب بالمدربين في بدايه الموسم. وكان بعد كده في زيارات لبقيه الفرق داخل الفرق. لا يعني الحاجات من الحاجات الايجابيات المهمه جدا زياره كابتن خطيب بتدي دفعه للعيبه والمدربين للنادي بشكل ايجابي جدا جدا جدا. فيعني لا مجرد بس وجود كابتن خطيب موجود في النادي عندنا او زياره او اي حد بيسلم على كابتن خطيب ده دي دفعه لوحدها. بتحط عليكم مسؤوليه كبيره؟ طبعا طبعا مسؤوليه كبيره جدا ان انت بتلبس تيشيرت النادي الاهلي، بتدافع عن كيان النادي الاهلي، بتحاول
تكمل بطولات النادي الاهلي اللي هي الحمد لله رب العالمين معظم الناشئين متسيدينها. فدي لا يعني حاجه ايجابيه جدا وحاجه بتزود عليك المسؤوليه طبعا. تمام. ليسي، مين مثلك الاعلى من الفريق الاول او انت دايما تحب تتفرج عليه ونفسك يعني في يوم من الايام تبقى موجود جنبه في التمرين في التتش وتتمرن معاه؟ انا بحب كابتن حسام عاشور جدا. حسام عاشور والسولية بس هو اللي في مركزي برضه. انا بحب طريقه لعبه جدا ناصر ماهر. ناصر ماهر خلي بالك ناصر ماهر برضه يعني زي ما بيعرض دلوقتي يعني ده تدريب الفريق الاول. يعني ناصر ماهر برضه خرج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكان لعيب مميز ودلوقتي ما شاء الله من الاساسيين في يوم من الايام يعني تكون موجود ان شاء الله برضه معاهم الفريق الاول. وانا بحيك كمان حسام عاشور يعني خارج من قطاع الناشئين وما شاء الله طبعا. سنوات طويله من العطاء مع الفريق ومع اي مدرب سواء اجنبي او مصري بتلاقي حسام عاشور رقم واحد وموجود طبعا. لا كابتن حسام عاشور يعني نص ملعب يعني سنين كتير في النادي الاهلي بطولات و يعني محدش يقدر يختلف على الكابتن حسام عاشور يعني. انا على المستوى الفني انا بحب الكابتن حسام عاشور جدا يعني. طب مين بقى المستوى العالمي؟ هو انا كنت بحب انيستا جدا. انيستا الرسام انيستا يعني طبعا يعني فنان كنت بحبه جدا. ان شاء الله يعني تحقق كل طموحاتك كمان يا ليسي مع النادي الاهلي. كابتن عبد الله عايز اخدك برقم صوره. طيب ورينا ده كروري. دي صوره مانويل جوزيه طبعا وكانت زياره مهمه جدا يعني في توقيت مهم للاعبي النادي الاهلي والمسانده قبل مباراه شبيبه الثوره الجزائري. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي كل التوفيق. وجوزيه يعني برغم ان هو ما بيعملش في النادي الاهلي لكن دايما مرتبط ودايما موجود بالنادي الاهلي وعلاقته قويه بالجهاز الفني ولكل اللاعبين ويعني وبنحيي مستر مانويل جوزيه على هذه الزياره. يعني شوفوا بقى لسارتي ولقطه يعني دمها خفيف بياخد البركه من جوزيه. يعني لسارتي يا عبد الله يعني عايزك تعلق على الكلام ده يا عبد الله. لا هو مستر مانويل ما يعني انت كابتن اسامه حضرته ولا لا يعني حاجه تاريخ في يعني من عمل تاريخ للنادي الاهلي. بطولات كتير ما شاء الله بطولات افريقيا دوري كاس فيعني مستر لاسارتي بيهزر يعني بياخد البركه منه. عندنا ماتش بكره مهم مع شبيبه الثوره ربنا يكرمنا فيه فبياخد البركه منه ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله ونكسب ونسعد باذن الله. خلي بالك يعني بيعدها تاني وبياخد البركه. البركه المهم في النادي الاهلي او الحلو في النادي الاهلي علشان تبقى دايما مساند وداعم مش لازم تكون بتعمل داخل النادي الاهلي طبعا. يعني مستر مانويل جوزيه اشتغل فتره كبيره وهو دلوقتي يعني مش موجود داخل النادي الاهلي لكن دايما يعني موجود بدعمه ومساندته ودي حاجه طبعا يعني تحسب لمستر مانويل جوزيه. كابتن عبد الله عايز اخدك لنقطه رقم قياسي على مستوى الانديه وكل الفرق في مصر ما شاء الله. يعني لعبتوا 20 مباراه فزت 18 وتعادل في ماتشين مفيش خساره في ولا مباراه ده رقم قياسي طبعا. الحمد لله طبعا الحمد لله. لا يعني كابتن زي ما بقول لك كابتن امين في المحاضرات بيحط اهداف للعيبه ان احنا بننفذها في الماتشات. الاهداف ثلاث نقط الاداء الجيد عدم استقبال اهداف عدم الخساره دي من الاهداف بتاعتنا. عايزين نكمل الموسم ان شاء الله فاضل لنا 6 ماتشات ان شاء الله نكمل الموسم بدون خساره وان شاء الله بدون تعادل تاني. يعني ده من ضمن اهدافك؟ طبعا يعني ان شاء الله عندنا 6 ماتشات باذن الله بمكسب 6 ماتشات ضمن الاهداف بتاعتنا. يعني مش هتكتفوا بماتشين عشان تحسموها؟ لا ان شاء الله يعني هو الست ماتشات بمكسب ان شاء الله 6 ماتشات بتطوير اداء اللعيبه بصناعه لعيبه للفريق الاول ان شاء الله باذن الله. فدي كلها اهداف ماشيين عليها مع كابتن امين عرابي وربنا ان شاء الله يكرمنا ونحققها باذن الله. ان شاء الله تحاولوا انتوا يعني الاهداف اللي انتوا بتسعوا لها. ليسي عايز اخدك بقى لابرز التعليمات دايما اللي بينصحك بقى الكابتن امين عرابي في التدريبات. تمام. يمكن كابتن امين دايما يقول لي على حته ان انا ما استلمش بضهري من خط الوسط او المدافعين. استلم دايما استلم بجنب عشان يبقى وشي للملعب. دي يمكن الكابتن امين دايما بيكلمني فيها يعني وبينصحني بيها ان انا استلم بجنب عشان يبقى وشي للهجوم اكتر. تمام. لان انا بلعب في المركز زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش تبقى دايما واقف بظهرك والجول فانت ده كل ما بتوقف بجنبك بيسهل عليك عمليه الاستلام والرؤيه. يمكن زي ما قلت لحضرتك المركز اللي بيلعبني فيه الكابتن امين ان انا بلعب تحت الفيرود يعني صانع العاب فالمفروض ان انا استلم بجنبي اكتر عشان اميل للهجوم. كويس. يمكن دي اللي الكابتن امين بيكلمني فيها دايما يعني. بيكلمك طبعا على التكمله الهجوميه كمان برضه. طبعا. وانت في حكم انت في مركز تحت المهاجم
فدايما اكيد بيقول لك يعني لازم تدوس في ال 18، لازم كره تبقى بالعرض، لازم تكون موجود كمهاجم تاني على الاقل. طبعا يمكن برضو من النقط اللي بيكلمني فيها الكابتن امين ان انا ابقى دايما يعني ورا المهاجم، يعني لو بنلعب احنا بمهاجم ببقى انا في ظهر المهاجم دايما على طول، اللي هو مهاجم تاني يعتبر. تمام. وانا ما بكلمكش في حاجه خلاص. طبعا الكابتن عبد الله يعني بيكلمني في نقط ان انا شوت كتير من بره ال 18. يمكن كان في ماتش المعادي كنا يعني الشوط الاول كان مأزم شويه، فهو وهم مقفلين جامد ورا، فالكابتن عبد الله بين الشوطين كلمني قال لي انت ما بتشوطش ليه شوط؟ يمكن حتى الماتش ده انا جبت فيه جون برده شوطه من بره ال 18. كويس. يعني برده تعليمات الكابتن عبد الله. طبعا اسماعيل لعب ما شاء الله، لعب كويس جدا، يعني فرق معانا بين الدورين لما جه في شهر واحد، فرق معانا بشكل كويس. الماتش اللي فات بتاع دجله يمكن هو اللي افتتح الاهداف، جاب لنا اول جون في الماتش. فلا يعني الحمد لله لعب كويس وبيسمع الكلام وبينفذ التعليمات، بيحاول ينفذ التعليمات اللي بتتقال له من كابتن امين، فان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. قول لي بقى والدك ووالدتك بعد انضمامك للنادي الاهلي بقى شعورهم ايه؟ يعني مبسوطين جدا، يمكن خطوه تفرق مع اي لعيب، وحابب ان انا اشكرهم جامد لان هم يعني من وانا صغير وهم واقفين معايا جامد، واخويا طبعا يعني كانوا دايما بيدعموني في من حته الكوره، لا هم وقفوا معايا كتير بصراحه. تمام. خصوصا والدي يعني وقف معايا كتير جدا في موضوع الكوره. تمام. كابتن عبد الله، عايز اخدك بقى للكابتن فتحي مبروك. يعني كابتن فتحي مبروك ما شاء الله شعله نشاط داخل القطاع، يعني مش مع فريق 2000 بس، ده كل مع الفرق وما شاء الله يعني معظم فرق القطاع متصدره جدول ترتيب المسابقات كلها. يعني قول لي بقى المسانده والدعم من الكابتن فتحي مبروك يعني رئيس القطاع. لا يعني كابتن فتحي زي ما انت قلت يا كابتن اسامه، شعله نشاط ما شاء الله، تمارين موجود، ماتشات في اي مكان موجود، في فرق عندها ماتشات في السويس بيسافر، ماتشات في بورسعيد بيسافر، لا مش بورسعيد، في السخنه بيسافر. فلا يعني ما شاء الله شعله نشاط ومساند لينا على طول، على طول بينزل يتكلم مع اللعيبه، على طول بينزل يتكلم مع الجهاز، فيعني ما شاء الله ربنا يديله الصحه ما شاء الله. يعني شعله نشاط متواجد معاكم حتى في الماتشات حتى في الماتشات وفي التمارين وفي كل حاجه موجود. انتوا ما بتسافروش منطقه القاهره؟ لا احنا ما بنسافرش، مفيش سفر. بس دايما حتى المباريات تبقى خارج الخارج كان موجود، سواء كابتن فتحي او كابتن هشام او كابتن اكرامي، واحد منهم بيبقى موجود. يعني يوم الاثنين اللي فات كان في 3 مباريات، كابتن فتحي كان في ملعب، كابتن اكرامي كان في ملعب، كابتن هشام كان في ملعب، فعلى طول يعني مساندنا بشكل كويس جدا يعني. تمام. ليس قول لي بقى حرصت كم هدف في لحظه انضمامك للنادي الاهلي؟ يعني انت لسه على ما اعتقد ما لعبتش مباراه من اول الموسم عشان لسه في يناير. لسه لحد دلوقتي تقريبا لاعبين 5 ماتشات او 6 ماتشات، جاب فيهم جونين وعامل 3 جوان. طب كويس، يعني برضو مهمه جدا الارقام دي. يعني في المركز اللي انت بتبقى موجود فيه، حته تسجيل الاهداف وصناعه الاهداف دي حاجه مهمه، زي ما احنا الكابتن عبد الله فاروق بيتكلم دايما الكابتن فتحي مبروك. بالظبط. لما كنا ماسكين في ثواني كان على طول بينزل يلعب معانا مع الاولاد مربعات، كان يقعد يتكلم معاهم، فلا يعني مساند على طول ما شاء الله بشكل جيد جدا، وربنا يكرمه ويديله الصحه ان شاء الله. لا وتحيه طبعا الكابتن فتحي مبروك يعني طبعًا. على المسانده والدعم لكل الفرق. بدايه ما شاء الله احنا عندنا 2001 متصدر متبقي مباراه وحيده علشان يحسم المباراه، 2000 ماتشين عشان يحسم المباراه، 97 ما شاء الله. فعندنا معظم فرق القطاع ما شاء الله ماشيين بخطى ثابته، بتمنى ان شاء الله يعني لكل الفرق داخل قطاع الناشئين يعني التوفيق. عايز اخدك برضو يا كابتن عبد الله يعني لجدول المسابقه، ان الارقام دايما لما بتحب تتكلم اتكلم بالارقام، يعني 20 مباراه فوز 18 تعادل في ماتشين، مفيش خساره في ولا مباراه، بالرغم ان يعني الفرق بتلعب في منطقه، لكن انا شايف فرق قويه برضو في منطقه القاهره، يعني بتتكلم عن وادي دجله، بتتكلم عن طلائع الجيش، بتتكلم عن المقاولين العرب، يعني بتتكلم عن مصر التامين. مصر التامين فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه. يمكن احنا في الدور الاولاني تعادلنا معاهم هناك 3-3. مصر التامين. مصر التامين. وعندنا كسبناهم 2-1 او 3-2-1، فدي فرقه كويسه جدا. فرقة الجيش وده ترتيب زي ما احنا شايفين على الشاشه، فرقة الجيش فرقه كويسه جدا محترمه جدا، برضو تعادلنا معاهم في ملعبهم 1-1 وكسبناهم عندنا. فلا في فرق كويسه جدا، في فرق يعني ما شاء الله فرقه محترمه، بس احنا الحمد لله زي ما انا بقول لك كابتن عندنا مجموعه لعيبه مميزه. لعيبه كويسه جدا. طب قول لي بقى فعلا عندنا مواهب في 2000؟ لا فعلا ما شاء الله ما في مواهب في 2000، مواهب كويسه جدا جدا. كابتن امين يمكن نتكلم مع كابتن فتحي وكابتن امير توفيق ان هو
عايز يعمل لهم عقود من كتر هم لعيبه فعلا كويسه ومجموعه مواهب كويسه. فلا يعني الحمد لله في مواهب كويسه وبينفذوا التعليمات بيسمعوا الكلام، فالحمد لله دي مسهله الامور علينا. هو كان النهارده الكابتن امين عرابي كان معانا في مداخله مهمه في بدايه الحلقه، يعني ما رضاش يخصص لنا اسماء لكن قال انا فعلا عندي لا عندنا مواهب موجوده داخل لا عندنا الفيلم. عندنا ما شاء الله مواهب مميزه جدا يعني. ان شاء الله باذن الله ممكن احتمال كبير نشوفهم في الفريق الاول لان هم مواهب مميزه جدا. ليس يقول لي بقى طموحاتك مع النادي الاهلي وانت لسه منضم حديثا كده، اكيد بترسم لنفسك حلم زي اي لعيب داخل قطاع الناشئين خاصة انت لسه منضم حديثا، قول لي بقى طموحاتك مع الفريق الاول مع النادي الاهلي. هو يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده كابتن اسامه في المداخله، يعني هو اي لعيب بيبقى موجود في قطاع الناشئين في النادي بيبقى بالنسبه له هو الدرجه الاولى، اول خطوه يعني قدامه. فهو انا بالنسبه لي حابب ان انا اكون موجود في الدرجه الاولى، ده اول هدف بالنسبه لي يعني. هو الدرجه الاولى اهم حاجه بالنسبه لي ان شاء الله. هنروح نشوف دلوقتي خريطه الاسبوع، الماتشات ان شاء الله اللي هتبقى الاسبوع اللي جاي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه وهنبتديها مواليد 2005 السبت الاهلي وطلائع الجيش، مواليد 2003 السبت الاهلي وحرس الحدود بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 97 السبت الاتحاد السكندري والاهلي بطوله الجمهوريه للشباب، مواليد 2002 الاثنين يوم الاثنين الاهلي ومركز شباب زينهم بطوله القطاعات للناشئين، مواليد 2001 يوم الاثنين المقاولين العرب والاهلي، ويكفي النادي الاهلي ان شاء الله الفوز في هذه المباراه لحسم البطوله مبكرا بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 2000 يوم الاثنين 18 مارس الاهلي والمقاولين العرب بطوله منطقه القاهره، مواليد 2005 الاربعاء وادي دجله والاهلي بطوله سوبر براعي منطقه القاهره، مواليد 99 الخميس الاتحاد السكندري والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 2002 الخميس وادي دجله والاهلي بطوله القطاعات، مواليد 2001 الجمعه الاهلي وحرس الحدود بطوله الجمهوريه للناشئين. النهارده دي كانت خريطه الاسبوع، في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يعني مباريات الناشئين، وان شاء الله بنتمنى لكل الفرق القطاع التوفيق خلال المباريات الجايه. كابتن عبد الله فاروق شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، والله انا يعني مبسوط جدا انا كنت معاك النهارده، حاجه تشرفني جدا ان انا اكون موجود معاك، وكنت وحشني جدا والله يا كابتن، فالحمد لله ان انا شفتك النهارده يا كابتن. ربنا يخليك بالتوفيق ان شاء الله. كابتن اسماعيل ليسي شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، شرف ليا طبعا ان اكون موجود مع حضرتك النهارده. بشكر ضيوف النهارده اللي كانوا مشرفيني في برنامج الاشبال، الكابتن عبد الله فاروق واللاعب اسماعيل الليسي. بكره ان شاء الله بنتمنى للفريق الاول بالنادي الاهلي التوفيق وكل الدعم والمسانده للفريق الاول ان شاء الله، ونقدر نحقق هدفنا ونكمل المشوار ان شاء الله والصعود لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. وزي ما قال الكابتن سيد عبد الرازق نجم الاسماعيلي، في الاهلي بيرضعوهم بطولات. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.